بيبقى في مرور من اختار المكان اللي يتم استقراره فيه. السلطات القضائية في الدول بتعترف هذا التحكيم، فبرضه هو ضامن انه يتمكن، فضلا عن ان هذا التحكيم ما بيتحكمش قانون الدولة. القصد في بعض الأوقات ممكن دولة تتخيل بالمواطن بتاعها اللي في عملية التقاضي مع الطرف الآخر، تمام؟ فدي مجال بيحققها تحكيم الدولة في المنفعة القضائية، لذلك بنجد كثير من الشركات النهاردة بتلجأ لتحكيم الفلوس بعد التحكم في المراكز بتاعتها، تمام؟ إن يبقى التحكيم الدولي هو الأساس وليس القضاء في هذه الدولة. طبعا مش مشكلة لو حصل مشكلة، واحنا طبعا لا يخفى على حضرتك ان يعني توقف الإرادة السياسية الشعبية في مصر خلال الفترة الحالية لتعزيز الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية في مصر، ويمكن احنا شفنا كلنا المراكز الحضرية اللي اتعملت وقانون الاستثمار الجديد ونظام الشركات الواحد ل يعني عمل الشركات وإنهاء الإجراءات كلها في مكان واحد حضاري متميز، وكل ده بيسهل وبيجذب المستثمرين للاستثمار. شكرا للعمل.